بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان كاستمايزنج ذا تكست ليبلز. لكن قبل ما ندخل في التكست ليبلز، بالله يا جماعة، في الحلقة اللي فاتت، السيشن اللي فاتت، أنا نسيت أقول نقطة ممكن تكون من محور أهمية في الكلرز والإفكتس. السكيمز يا جماعة تحت منها بيكون في حاجة اسمها شو أدفانسد كلر إيديتنج. لو أنا ضغطت عليها تبتدي يديني الايتمز الايديتابل، المنيو، الباك جراوند والشادو، النوتيفيكيشن ويندو كده، التاب اعمل لك فيهم ايه، التايمر اعمل لك فيه ايه، البيز اعمل لك فيها ايه. انت ممكن تبتدي تختار حاجات بتاعك وتبتدي انت تعمل كنترول في اللون بتاعها والترانسبيرنسي بتاعتها، فاهمين يا جماعه؟ فانت ممكن برضو تعمل ايديتنج على البيلت ان سكيم او الانماط الاساسيه اللي موجودين جوه. طبعا انت المفروض تبقى او تحاول تلم بان كل واحده بتحاول يكون فيها ايه بالظبط. يعني مثلا في الايديتور، في الجلوسري مثلا، السكرول ديت ليها لون، الفيرست سيبريتور ليها لون، المسافه الثانيه ليها لون، الثالثه ليها لون، العنوان ليه لون، اللوجو بياخد لون وشادو كده، فاهمين يا جماعه؟ فانت بتحاول تختار اللون وتختار الترانسبيرنسي بتاعه. ده بالنسبة للجانب اللي هو كان الشو اور هايد للادفانسد كلر ايديتنج. ماشي، اوكي. بالنسبة للتكست ليبلز ديت، دول بمنتهى البساطة خاصين بالتكستات الليبلز. انا عندي نيكست وبريفيوس والكلام ده عبارة عن ليبل ليبل ليبل، كل الكلام ده عبارة عن ليبل، ده عبارة عن ليبل، ده الايكون، اي حاجة مكتوبة هنا عبارة عن ليبل، اي حاجة انت ما بتقدرش تعملها كوبي عبارة عن ليبل يا جماعة، تمام؟ في من النقطة الجميلة خالص، انا ممكن اعمل كنترول على اللانجوج يا جماعة، البوتوم وبيبقى مكتوب عليه كاستم سيتنجز. يعني ايه؟ طيب، لو انا حاولت انزل تحت شوية مثلا، انزل تحت ندور على حاجة زي اكسيت. بلاش اكسيت يا جماعة، حاجة مشهورة خالص زي مثلا نيكست. ده نيكست، انا لو حاولت اغير نيكست وخليها مثلا نيكست سلايد، جس وات الكلام اللي انت، انا المفروض اني طبعا اكتب بالانجلش، اسف، انا قلت له والله نيكست سلايد، تمام، ورحت قلت له ابديت ريفيو، هيغير لي نيكست. مع النيكست سلايد المفروض يعني، طيب هي ما اتغيرتش ليه؟ طيب منيو، في المنيو تاب المفروض الليبل اللي موجود على النيكست يتغير. النيكست ديت، اسف، هو بيقول لي ديت البوتون وديت التكست اللي بيتحط عليه. طيب هو نيكست بوتون، اسف، انا المفروض في نيكست، خليني اخد ده بكنترول اكس واقول له لايف نيكست بوتون، اللي هو كل الحروف كابيتال ده، اقول له لايف نيكست سلايد، اعمل ابديت. هي كل واحدة من دول بيبقى ليها سبريد شيت معينة، فهو بالتالي ظهر معايا نيكست، اتغيرت لنيكست سلايد. تحسب اني دايت البوتون دايت النيكست، تقريبا النيكست بتاع حاجة تانية انا مش فاهمه بالظبط يعني، بس إيه ممكن يكون مسج معينة يعني انا مش متذكرها بالظبط. بس انت ممكن اللي انت بتغيره بتحاول تعمل ابديت. ممكن طبعا تعمل لود لملف اكس ام ال، وده بيرجعنا للغة بتاعت الاكس ام ال الماستر. يا ولاد، لغة التعريف، اللغة ديت مهمة جدا 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 في الارتفيشال انتليجنس. هي مرنة، فليكسبل خالص، اي حاجة في اي شيء في اي حتة في اي مكان شغال معاك عادي جدا، يعني بتعرف اي حاجة في اي مكان. تمام، ديت بخصوص اللغة. انا اللي يهمني في القصة ديت اللغة يا جماعة، اربك. لو انا قلت له اربك هيبتدي يغير لي النقط ديت كلها للسابق التالي. لكن للاسف مفيش برضو القصه بتاعت بالله عليك الاتجاه بتاع الحروف من اللغه العربيه، مش شمال اليمين، مش من اليمين للشمال. وده ان شاء الله باذن الله راح نتكلم عنه في السيشن بتاع المره اللي جايه. اسف جدا الاطاله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.